اخت جميله مرحبا رحبت بنا اليوم عندها مدينه تبارك الله ما شاء الله راها موجوده في فام اللي بغى الناس ديال التوريد الناس ديال وجده والناس اللي بغاو لي بريزو راه في اي بلاصه تصيفط لك تبارك الله جديد البات شوفوا جديد البات كيفاش دايرين هذا راه هضري يا هضري كترفيل هذا راه عاد هو اللي دارج على الموضه كما كتشوفوا شوفوا كيفاش جا راه ان شاء الله غندير لكم شي فيديو من البوتين ان شاء الله كاين هذا الشكل وكاين حتى هذا الشكل هذا شنو اختي هذا المسلول هذا المسلول شكون البنات كيفاش كتجي شوفوا البنات كيفاش جا يا سلام رائعه شوفوا القفتان ديالها من الداخل كيفاش داير شوفوا القفتان كيفاش داير كيفاش كيكون هذا هو شوفوا كيفاش دايره البنات راح كيجي في اللبسه يا سلام شوفوا اليديات كيفاش دايرين شوفوا اليدين كيفاش دايرين هذا الشكل هذا راه رائع هذا دير لكم لي فريزو في اي بلاصه كنتو الناس ديال الشرق والناس حتى ديال الغرب يستافدوا راه كدير اثمنه تبارك الله عليها زوينه وفي المستوى والخياطه ما نشكرهاش لكم راه انا كنخيط عندها كاين هذا الشكل التواني هاد الشكل اختي كيمشي بالسروال هاد الشكل بالسروال سروال جين ولا شوفوا البنات كيفاش كيجي شوفوا البنات كيفاش كيجي راه تبارك الله داك الشيء تقون على حقه وطري الله يعطيك الصحه اختي جميله بارك الله فيك الله يحفظك تبارك الله كاين عاوتاني البنات هادي بالرنده شوفوا تبارك الله الرنده كيفاش دايره متقونه ساحره الالوان ساحره الالوان عندها الرنده يا سلام ما نشكرهاش لكم هذا تبارك الله كيف تلبس البرد يا تحت بوشمان بوشمان ياك بوشمان الناس في فاس كيلبسوا بوشمان بزاف صحيح الناس فاس كاين هذا الموديل هذا الطرز هذا الطرز تبارك الله هذه اللي زوينه هذه عندنا لوغديناتور ديالنا هذا شنو اسمه مسلول مسلول شوف البنات هذا الجديد بان لي وريتكم قبيله راه هي هذه تقدري تلبسي تحت منها شي لون اللي يوالمها البنات شوفوا هنايا شوفوا هذا الشكل هذا كيفاش داير رائع داك الشيء ما شاء الله غندير لكم ان شاء الله جوله عندها القفيتنا كيفاش هذوك قفيتنا يا سلام حاجه اللي زوينه كيفاش دايره كاين حتى يمكن لعبات رجال شو البنات هاد جوهرة هادي كيفاش جاية شي حاجة خفيفة وزويونة حتى شوفو حتى الطرز كيفاش داير تنبات اللي هو مطقون غادي نوريوكم واحد الكيموات اللي بزاف البنات كيهوني عليهم باش نوريهم لكم بزاف البنات طلعوا عندي ها هما البنات نحلو هذا حل هذا حل البنات شكون هذا هذا هو اللي كنت كنديرو ليه صراحة الله شي حاجة لي زوينة شكون يدي متعجبة شي حاجه اللي راقيه حتى تلبس في المناسبات وخفيفه وحتى في الاعياد كنظن تلبس هذه بصراحه خفيفه هذيك الا بغيتيها في الحضور تلبسيها بديك الحزامه ما بغيتيها عصريه تلبسيها مع الحزامه حزامه ديال الجين ولا هكا شوفوا هذا الطرز هذا كيفاش داير جاي تبارك الله الحمر اللي شي حاجه اللي زوينه صراحه جاي معاه حتى الكولاراج شي حاجه اللي تبارك الله شوفوا الخضر خضر ملكي خضر يا سلام اللي شافوا غادي يشقى شوفوا شوفوا حتى السميطه ديالو فين هاد الجنيني باه هادي برانطه البنات شوفوا كيفاش جات غنديكم عاوتاني لوحدين اخرين هنايا شوفوا البنات هادو كيفاش جاي الطرف شي حاجه زوينه شي حاجه همويه نبات تبارك الله عليك نبات هذا قفيت مياك قفيت هذا قفيت شي حاجه اللي زوينه قدام شي حاجه
حاجه اللي راقيه. هذه جلابه ب هذه جلابه ب بالرنده كنظن رنده داخل المرمه المرمه شي حاجه زوينه النوار انا عاشقه النوار هذا الموف الموف شي حاجه زوينه تبارك الله عليك. هذا هو كان الجوله ديالنا. المحل ديالها راه في البان كاين حدا لو ديال لوكس قريب القيصريه لوغوا ديال لوكس القيصريه دوروا على يدكم اليمين كاين لوغوا ديال